بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مشاهدينا الكرام في مصر والعالم أجمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأتقدم بالتهاني لفخامة رئيس الجمهورية والأسرة الكريمة، وأتقدم للجيش المموه والجيش الأبيض بخالص تحياتي، وأقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وتحياتي لكل بيت في مصر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك. وكمان أتقدم بالتحية والتقدير لكل معجبين برنامج هي دي مصر، وأتقدم كمان بتهنئة للأستاذة آية أسامة بمناسبة عيد ميلادها بمناسبة شهر رمضان المبارك، والأستاذ المحترم المتابع الأستاذ سعد عبادة وجميع العائلة الكريمة، وتحياتي لكل اللي بيشوفونا وبينتقدونا حتى انتقاد بناء. بقول لهم متشكرة حضراتكم جدا، وكل سنة حضراتكم طيبين، وتحياتي لأصغر متابعة لينا جنى بسام ومامتها الأستاذة نجلاء أبو النجا. وكمان ما ينفعش إن أنا أنسى الكاست بتاع البرنامج، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور أيمن الشرقاوي والأستاذ محمود جاد سليم وبنت الصعيد المحترمة الأستاذة صفاء بدوي. أقول لهم كلهم كل سنة طيبين، كلنا إن شاء الله ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء. وأرحب بضيفي الكرام الأستاذ أسعد حسن، اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا الحمد لله على السلامه. استاذ اسعد حسن ان شاء الله باذن الله هو المستشار القانوني للبرنامج بتاعنا، وبالخبر ده يا استاذ اسعد احنا بنتبنى جميع قضاياكم وحماساتكم بكل فخر باذن الله، وان شاء الله احنا هنكون على قدر استطاعتنا باذن الله ان احنا نوصل همساتكم لاعلى المستويات. مبروك يا استاذ اسعد للمره الثانيه، وتحياتي لضيفتي الجميله الاستاذه اسماء عبد الحفيظ. استاذه اسماء عبد الحفيظ تعمل في مجال الخدمات التطوعيه، وهي ايضا محرره صحفيه. اهلا بحضرتك. يعني انا سعيده بوجودكم معانا، وحضرتك يعني في مجال حضرتك بقيت مستشار قانوني، هتفتح باذن الله باذن الله لناس كتير باذن الله ابواب ان هي تحقق كل حلم مش عارفه توصل له باذن الله، واي قضيه صعبه عليهم ان شاء الله حضرتك انا عايز حضرتك تقول للناس الكلام ده منك انت الاستاذ اسعد مستشار قانوني البرنامج، هتقول ايه للناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في مستهل حديثي الاول بس يعني قدم تحيه شكر وتقدير طبعا لاختياري وتعييدي منصب مستشار قانوني للبرنامج بقياده الاعلامي القدير الدكتور ايمن الشرقاوي، والإعلامية المتميزة والمتألقة الأستاذة صفاء بدوي، وزميلتي طبعا الأستاذة الفاضلة والإعلامية الكبيرة الأستاذة شمس المصري. كل الشكر والتقدير لأسرة البرنامج جميعا، وبالتوفيق بإذن الله. في مستهل أيضا حديثي أحب أن أنا يعني أتقدم إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري، وإلى العالم العربي والعالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان الكريم أعده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما أحب أن أناشد بدور أجهزة الداخلية وقطاع الأمن الوطني وأجهزة المعلومات في التصدي طبعا لمواجهة الإرهاب، والقضاء طبعا على البؤر الإجرامية، وإفساد كل المخططات التي يقوم بها الإرهاب لإفساد مخطط الدولة. وأوجه طبعا تحية شكر وتقدير طبعا إلى رجال الإدارة المحلية في التصدي لمخالفات البناء وعدم الزحام في الأسواق والبائع الجائلين، وتحية خاصة مني لكم جميعا وأسرة البرنامج. شرفتنا أستاذ أسعد. أستاذة أسمى ولا نقول سمسمة؟ حضرتك بما انك بتشتغلي في مجال الخدمات التطوعيه وكمحرره صحفيه، انا عاوزاكي تقولي مبادره ايجابيه حضرتك اشتركت فيها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. والله احنا كان عندنا الحمله الرسميه لدعم مؤسسات الدوله بقياده سياده الرئيس احمد زغلول المهبران، كان يعني الحمله دي قامت بحاجات كويسه جدا. رئيس الحمله هو رئيس المخابرات الحربيه الاسبق، فطبعا هو كان حد كويس جدا، كان بيقول لنا كل حاجه ان احنا نمشي ازاي ونعمل ايه، وكان دورنا في البلد التوعيه، وكان شعارها توعيه وانتماء وكده. وطبعا قمنا بالمبادره دي كشباب وكناس من الشرطه ومن الجيش ومن كل الفئات واعلام وصحافه، تكاتفنا مع بعض في المبادره دي. طبعا كانت حاجه جميله جدا،
بتقوم في كل حاجه في ظروف البلد العصيبه. هو فعلا كلام الاستاذه اسماء ان لازم يبقى فيه بيننا وبين بعض تكاتف، جميع مؤسسات الدوله كلنا لازم نتكاتف معاها عشان نوصل ان شاء الله لبر الامان. معانا استاذن حضرتك استاذ اسعد، معانا اتصال هاتفي من الاستاذ مخلص ثابت. اتفضل يا استاذ مخلص. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين وربنا يعود علينا وعليكم كل الأيام بالخير إن شاء الله. وحضرتك بخير يا أستاذ مخلص، وحضرتك بخير، اتفضل. بهني حضراتكم على الإطلالة الجميلة، وبهني الأستاذ أسعد المستشار القانوني للبرنامج، وبقول لكل سنة وحضرتك طيب لأن هو بلديات الطعن. الله يخليك يا باشا. أستاذ مخلص، المداخلة بتاعت حضرتك إن شاء الله مع الأستاذ أسعد. حضرتك تحب تقول ايه في الحوار اللي الاستاذ اسعد بدأه في اننا لازم نتكلم مع بعض في دور المبادرات والتوعية؟ اتفضل حضرتك قول اللي انت عايز تقوله. اتفضل. شكرا جدا. اتفضل. بداية انا بحيي الاستاذ اسعد على التشجيع والتحفيز المعنوي. هو سمع حضرتك. اتفضل. اتفضل يا استاذ مخلص، اتفضل. انا بحيي الاستاذ اسعد كاخ كبير واخ فاضل بنعتز بيه وبنشرف بيه. الشرف لينا يا استاذ مخلص. محافظة سوهاج، عارف القراوي والنصايح والاشادات والتوجيهات اللي بيقدمها لنا كشباب محافظة سوهاج، بنحاول ان احنا نقدم خدمات في اطار او في شكل مبادرات ما بين كل وقت والتاني. فعلا بلدنا محتاجه دعم مجتمعي ودور مجتمعي فعال من الشباب النشط اللي يقدر يدعم بلده ويقدر يخدم في مجالات عده بالتعاون مع الحكومات او بالتعاون مع الوحدات المحليه والجهات المحليه المختصه، لان ببساطه ما فيش دوله بتقوم على اساس العمل الحكومي فقط او العمل العام، لابد من تكاتف الدور المجتمعي ولو بالامكانيات البسيطه، مش لازم اكون رجل اعمال جدا ومعايا كل الامكانيات عشان اقدر اعمل كل حاجه. بامكانياتي اقدر اشتغل، ما يدرك كله لا يترك كله. أستاذ مخلص، حضرتك بما أنك معنا في المداخلة، إيه رأي حضرتك في دور الشباب دلوقتي في التوعية وفي المبادرات؟ تقول لهم إيه؟ والله إحنا دايماً بنحس الشباب ودايماً بنحس أنفسنا على التفاعل المجتمعي تجاه الأزمات اللي بتمر بيها بلادنا ما بين كل وقت والتاني، فده دور ديني. الدين بيحتم علينا كمسلم كمسيحي إن أنا أقف جنب بلدي، أقف جنب إخواني كشاب كراجل، اقدر اساعد باقل او باضعف الامكانيات اللي موجوده عندي. ففعلا دي دعوه، ودعوه جميله جدا ومبادره جميله جدا من حضراتكم انكم تدونا فرصه ان احنا ندعو الشباب ان هو يتكاتف ويتعاون في مجالات عديده جدا، اهمها الفتره الحاليه الارشاد والتوعيه، لو بالنصيحه لو بالكلمه. ديننا الاسلامي الحنيف من احياها فانما احيا الناس جميعا. ربما كلمة، ربما نصيحة أنا بوجهها وغيري وغيري وغيري، ربما بتنقذ إنسان من مرض أو بتنقذ إنسان من ضياع أو 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 أو، فدي بيكون ثوابها وأجرها عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. ده من الناحية الدينية. من الناحية المجتمعية ده شعور داخلي، شعور بالانتماء، شعور بالانتماء للبلد، بالانتماء للوطن، بالانتماء للمجتمع اللي أنا عايش فيه. فدور ان انا احمي اللي حواليا، مش عايش لوحدي، المرض بعيد عني وانا قافل على نفسي، قافل على بيباني. لا مش بس كده، مش هكتفي بالدور ده، لا انا هنصح على قد ما اقدر، وربنا يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. انا متشكره جدا لحضرتك والمداخله المفيده اللي حضرتك توصلت. كلام حضرتك يعني ما شاء الله زي كلام الاستاذه اسماء، زي كلام الاستاذ اسعد، زي كلامنا كلنا، لازم بينا وبين بعض يبقى في تكاتف، في تعاون، لازم نخاف على بعض، لازم نراعي بعض، والشباب ربنا يحميهم يا رب قايمين بمبادرات كتير جدا جدا. الاستاذ اسعد، حضرتك في مجال المبادرات في مبادره اسمها كلنا معاك، ممكن حضرتك بس تقول لي من القائم على تلك المبادره؟ في الحقيقه المبادره بتاعت كلنا معاك طبعا زي ما اتكلم طبعا الاستاذ الفاضل، طبعا الاستاذ مخلص ثابت ابو عميره، هو طبعا قام بالتعاون بالمشاركه مع الحاج رشاد عبد الغني امين قطاع الاعمال بسوهاج لتوفير 4 سيارات متحركه ومتنقله داخل القرى والمراكز لتوفير السلع بسعر مدعوم للجمهور. دي من ضمن المبادرات يعني اللي انا احب يعني انوه الاستاذ مخلص طبعا المكالمه الجميله اللي عملها لينا بالتعاون مع الحاج رشاد عبد الغني امين قطاع الاعمال بسوهاج.
في مبادرة طبعا مبادرة تانية اللي هي المرأة الريفية. طبعا انا بحب ان اتكلم عن المرأة الريفية، لان المرأة الريفية طبعا يعني ليها دور بارز وفعال في القرية. اخر مبادرات ليها كانت مبادرة الرائدة الريفية في موضوع العمالة الغير منتظمة. طبعا استاذن حضرتك بس اقول حاجه عن العماله الغير منتظمه في تلك المبادره. تحياتي للسيد رئيس الجمهوريه، ان السيد رئيس الجمهوريه حاسس بشعبه، حاسس بابناء شعبه، عملها للمره الثانيه. كانت في مرحله اولى، دلوقتي بقت في مرحله ثانيه، فكل كرب وان شاء الله يرفع عننا الوباء والبلاء باذن الله. استاذ اسعد، حضرتك كلمتني قبل التصوير عن مبادره لشركه مصر للاتصالات. المبادره دي حضرتك كنت قلت لي ان هي بتساعد الجيش الابيض في ان هم يحاولوا يعدوا الصعاب شويه في الفيروس اللي احنا فيه. اتفضل. في الحقيقه مصر للاتصالات بتقوم بدور بارز وفعال ونشط في المجتمع، بدءا طبعا بالاتفاق مع وزاره التربيه والتعليم في شرائح التابلت، والدور اللي قام بيه طبعا رجال مصر للاتصالات. وحاليا المبادره اللي بتقوم بيها مصر للاتصالات هي طبعا تخفيف الاعباء طبعا على الاطباء وعلى الجيش الابيض، وتوفير نت مجاني في داخل مستشفيات العزل الصحي، وطبعا مساعده طبعا كل طبيب بيأدي اي خدمه طبعا داخل المؤسسه المصريه للاتصالات. الجميع بيقوم بمساعدته وباداء دوره وباداء مهامه. طيب استاذه اسماء، كلنا عارفين دور المراه المصريه في وقت الازمات وفي وقت الصعاب. انا عايزه اعرف بقى دورك انت كشخصيه خاصه بيكي، انت دورك كان ايه في ظل الوقت اللي احنا فيه؟ المبادره بتاعتك كانت ايه؟ مبادرتي كانت في مبادره اقفل جارك ومبادره آل حمد للخدمات والرعايه. الاثنين كانوا قائمين على مساعده الطبقه اللي هي البسيطه جدا ضد الغلاء وضد الظروف وضد اي حاجه، ومساعدتهم مجانا بدون اي سبب من الاسباب. ناس فعلا بتشتغل صح، ناس بتحاول تساعد الشعب في الظروف اللي هي فيها، ناس بتساند سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني شغل كله فعلا يعني حاجات كويسة جدا. أنا عايزة بس أعلق برضو، اسمحوا لي على حاجة في كلام أستاذة أسماء. أنا عايزة أقول حاجة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقول له العالم كله بيحارب فيروس كورونا، حضرتك بتحارب فيروس كورونا، بتحارب الناس اللي قلوبها مش يعني بالنسبة للإرهاب الداخلي أو الكلام اللي مش لائق اللي بيقال على مصر من الخارج. دي تاني حاجة فخامة الرئيس بيحارب فيها. الإرهاب مش إرهاب على فكرة كلام وفعل لا، الإرهاب بيبقى إرهاب مستوطن جوه كل شخص مش حاسس بالتعب اللي رئيس دولته بيعمله. السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي اكنه كل التقدير والاحترام. وكمان يا جماعه احنا لازم نتكاتف مع رئيسنا في اي وقت صعب، لازم عشان نعدي لمرحله الامان. السيد عبد الفتاح محمد عبد الفتاح السيسي كان قال في مره، قال اي دوله هتضعف خيرها هيبقى مش ليها. فعلا خيرها هيبقى مش ليها. نبص على العراق، نبص ايام الكويت لما كانت في الاحتلال، نبص على سوريا، بلاش نتكلم عن البلاد التانية. احنا نحط جوانا، يكفينا شرف اصلا الفترة دي ان احنا البلد الوحيدة اللي قدرت ان هي تقف يعني صح، واقفة صح. وفي كل العالم كله بيتكلم عننا في الفترة دي، وسيادة الرئيس يعني مشكور قدم لنا كل حاجة كويسة، وكل العالم كله بيتكلم عن مصر وعن الانجازات اللي هي عملتها وتواصلها مع جميع دول العالم في الظروف الصعبة اللي ما فيش اصلا حد بيقول غير نفسي نفسي، زي ما ربنا بيقول يوم والقيامة. يعني بأمانة انا وانا جاية يا جماعة في الطريق ما شاء الله شايفة مشاريع جديدة بتتعمل، شايفة ما شاء الله تعمير طول الطريق، ما فيش فيها مشروع. الحاجات دي كلها لنا احنا، مش لحد تاني. الحاجات دي كلها لنا احنا، نحافظ على بلدنا بقدر الامكان، نراعي الظروف اللي البلد فيها دلوقتي من ناحيه ان في فيروس، لازم نلتزم بمواعيد الحظر، لازم نلتزم بكل حاجه احنا حاسين ان هي ممكن تتسبب في ان هي تاذينا، بلاش بلاش منها فعلا، بلاش. نبص لنفسنا بطريقه ايجابيه. احنا برنامج هي دي مصر بيوضح الايجابيات، والايجابيات لازم تبدا مننا احنا. المفروض تخرج التوعية أساسا مننا احنا،
كشباب وللناس كلها ان اصلا الفيروس ده موجود، حتى يعني اقل حاجة لكبار السن ان احنا ممنوع اصلا خروج تام، نعتكف في البيوت الفترة دي، الخروج يكون للضرورة فقط ويكون بتعقيم كحول الحاج لفظ، الحاجات دي حاجات يعني عادية جدا، يعني مش ان هي مثلا على الطبقة البسيطة والكلام ده مش قادر ان انت تعمل الحاجات دي، ممكن ما تخرجش الا يعني سبب من الاسباب معين يكون يعني قوي جدا. ما هو ده بيرجع لدوركم انتوا كمرأة، يعني ان المرأة نصف المجتمع، فهي الوحيدة يعني اللي بتقول الإرشادات والتعليمات بتاعة كلنا التزام والله، يعني بالبيوت في البيوت والتطهير في البيوت فعلا وكده يعني. الدور اصلا اللي احنا بنقوم بيه، يعني دايما بنقول في امل وفي حياة وفي يعني حاجة كويسة، بس في الوقت الحالي لازم نفضل طبعا خليك في بيتك وخليك في المجال اللي انت فيه، يعني كلنا في ظروف صعبة، بس هي أزمة وهتعدي وامتحان من ربنا لينا كلنا العالم كله. انا عايزه يا جماعه اقول حاجه كمان، اسمحوا لي اقول يا جماعه، واحنا قاعدين في قلب البيت مش معنى ان احنا قاعدين ناكل لب وسوداني وناكل 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 بمعنى وناكل يعني وبعد كده نعاني من السمنه والتخمه واللي واللي واللي، لا احنا لازم نعمل تفكير سليم لحياتنا، احنا قاعدين في قلب البيت لازم نعمل مشروع، كل واحد يعمل مشروع على قد امكانياته، ممكن واحده تكون بتعرف تفصل فتفصل بزياده ويبقى عندها الفتره دي ان شاء الله ان شاء الله هيجي عليها وقت وهتنتهي، اللي انزل البلاء قادر ان يرفعه، احنا مش هنجود في الكلام ده امر طبيعي لازم كلنا نبقى عارفينه من الصغر للكبر، اللي قادر ان هو ينزل بلاء هيرفعه، ربك كريم وعالم بينا وعالم بالحال، وان شاء الله ربنا هيصرف عننا كل مكروه وسوء. ارجع للاستاذ اسعد، حضرتك وضح لي الدور الايجابي للاحزاب السياسيه وبعض مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، اتفضل. الحقيقة قبل بس يعني ما أحدد الدور الإيجابي للأحزاب السياسية في مصر، إن الأحزاب السياسية في مصر حاليا كلها بتتكاتف مع الدولة، مفيش حزب أنا شايفه بيتنافر عن الدولة. لكن في الحقيقة أحب إن أنا يعني أناشد القيادة السياسية وأناشد طبعا المسؤولين، وزارة القوى العاملة والهجرة الخارجية، إن هم بس ينظروا بس إلى المغتربين في الخارج. وليس العالقين. المغتربين ده الشخص اللي هو طبعا بيتغرب من خارج بلده من اجل عمل معين، بيعمل كنجار كبناء كاي وظيفه اللي احنا بنسميها في مصر يعني العماله الغير منتظمه، بس يعني مناشده للمسؤولين في النظر للمغتربين دون العالق. العالق ده معروف امره ان هو بيقعد لغرض سياحه لغرض تجاري وبيجي، انما المغترب ده مقيم في الدول بتاعه الخارج بيقعد بالسنه وبالسنتين وبالثلاثه، فنرجو من الدوله تيسير طبعا امورهم مع خضوعهم للحجر الصحي. استاذ اسعد، بما ان حضرتك مستشار قانوني للبرنامج كله ان شاء الله، وقلنا ان احنا نتبنى القضايا، الكلام الاستاذ اسعد ده بيقوله هو بيقوله عن ثقه، عشان عارف ان الدوله ما بتستغناش عن ولادها تمام وبتفرش في ولادها اكيد، سواء خارج اشتغل راح بلد تاني عشان يدور على شغل عشان يزود دخل، او هو خارج يزود علم ودراسه، مصر ما بتنساش ولادها. مصر بتتكاتف مع اولادها جوه بالبنايه والتعمير، ويعني مبادره معالي رئيس الجمهوريه في ان هو يعمل للناس محدودين الدخل اللي هم اهالينا وناسنا على راسنا، ان هو يعمل لهم مبادره صرف مبلغ مادي 500 جنيه لكل فرد غير قادر. لا احنا نقول لحضرتك متشكرين جدا فخامه رئيس الجمهوريه، حفظك الله ورعاك اينما كنت وحماك من كل مكروه وسوء. احنا لازم نتبهى برئيس جمهوريتنا يا جماعه، احنا ما فيش حد في اي دوله من الدول عمل المبادره اللي معالي رئيس الجمهوريه عملها، ما فيش طبعا. دور ابحث اعمل اي حاجه، هات لي كلام غير اللي انا بقوله ده، استحاله ان انت تلاقي حد عمل مبادره زي مبادره ان احنا بنحارب في ارهاب زي ما انا قلت، في ظل ان احنا بنبني وبنعمر بتفكير سليم، تفكير سليم وعقل حكيم، وان شاء الله كمان بنحارب في فيروس كورونا، العالم كله واقف، مصر واقف على فيروس، مصر واقفه على ارض ثابته، مصر بتعافر عشان خاطر ولادها، وان شاء الله هتوصل لبر الامان، ده اعتقاد جازم مفيش منه ان شاء الله اي حاجه مش هتتحقق فيه باذن الله، باذن الله باذن الله مصر على الخط المستقيم، وان شاء الله هتوصل للي هي بتخطط ليه في السنين الجايه ان شاء الله، اللي جاي احسن واحلى بكتير بكتير بكتير. استاذ اسعد، بصفتك مقيم في الاسكندريه، احنا عارفين ان جذور حضرتك سعوديه سعوديه لازم نذكر الموطن المختار بتاعنا. انا اقول لحضرتك حاجه، السيد برضو رئيس عبد الفتاح السيسي قال حاجه في حق الصعايده يا جماعه، قال لو انت عايز راجل ايوه
صعيده. لو انت عايز ناس مخلصه هات الصعيد، لو انت ناس عايز ناس عمليه هات الصعيد. الكلام ده صح يا استاذ؟ كلام حقيقه طبعا السيد الرئيس طبعا. ده مش بصفه ان انت صعيدي، لا احنا بنقول يا جماعه الكلام ده حقيقي. طيب انا عايز حضرتك بقى بما انك مقيم بالاسكندريه، من النواب ترى له دور بارز في المجتمع السكندري؟ هو من حيث الايجابيه الواضحه قدام الناس، يعني ما فيش سلبيه من حيث الايجابيه بس. احنا نخلينا في الايجابيه دلوقتي الاول وبعدين ندخل على السلبيه. في الحقيقه احب اذكر دور النائب محمد عطا سليم. في الحقيقه تقدم النائب بتاريخ 29/3/2020 بطلب احاطه الحكومه، والحكومه والقياده السياسيه استجابت الكثير منها، مثل عمل 4 خطوط انتاج ماسكات، تم توفير اماكن باجهزه تنفس وعنايه، الحصول على اجهزه فحص كنديه، وجاري استكمال شراء باقي الاجهزه، تم زياده اتوبيسات النقل وذلك منعا للتزاحم في وسائل النقل وزياده الرحلات، تم التوسع في تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتقليل عدد العاملين، تم زياده اماكن صرف المعاشات لتقليل الزحام والتخفيف على كبار السن، تم عمل حمله توعيه بكافه القنوات حول البقاء بالمنازل. انا عايزه اعلق على كلام الاستاذ اسعد بحاجه كمان، ان الكلام ده كله مستندات. طبعا ما ينفعش حد يشيل مسؤوليه كلمه عن حد سواء كانت ايجابيه او سلبيه من غير مستندات. طبعا الورق اللي قدام حضرتك ده شرف ان هو موجود معانا في البرنامج. احنا يا جماعه بنثبت لكم ان احنا كلامنا كله مستندات، مفيش حاجه اسمها كلام وخلاص، مفيش حاجه اسمها ارتجال في الحق. طبعا ابدا استحاله، لو احنا عملنا ارتجال في الحق يبقى مش هنقدر نوصل لحضرتك حقك. طبعا والموضوع ده منتهي بالنسبه لنا. ان شاء الله من غير مقاطعه باذن الله احنا هنتواصل معك طول شهر رمضان، مش في القضايا بس، لا في حاجه كمان بالنسبه للمواهب. احنا يا جماعه مش هنقعد يعني فيروس كورونا بقى وخانقين نفسنا ومش عارف ايه، لا لازم يكون عندنا امل زي ما قالت الاستاذه اسماء. ان شاء الله يعني احنا قلنا اللي انزل البلاء قادر ان يرفعه. اي حد عنده موهبه احنا بنتمنى كمان المواهب في مختلف المجالات، مختلف المجالات. ويشرفني ويسعدني لو في طفل ما شاء الله حافظ القران، في طفل برضه صوته حلو بيغني بيمثل بيعرف يرتجل، ليه لا؟ بيعرف يالف، بيعرف يلقي شعر، ليه لا؟ بيعرف يرسم، صغير او كبير ما عندناش مانع. وزي ما احنا ان شاء الله هنكون معاكم في همسات مواطن وهنحاول نوصل همساتكم لاعلى المستويات، برضه هنحاول على قدر استطاعتنا ان احنا نوصل الموهبه لأعلى المقام بإذن الله تعالى من غير مقاطعة. أنا عايزة أقول حاجة بس قبل ما أختم يا جماعة، أقول وأقول لمصر بقى كلمة مني أنا، وأقول لمصر يا مصر صبرا على ما بليتي، فرب البليات قادر على حماكي، يكفيك وصية المصطفى عليك جل من سواك، حبيبتي توبك مني 3 ألوان، أبيض ميلادي أحمر مماتي، اسود توب الحزن اللي بيسوه عليا الاهل والاحباب، يم الشهداء لطاطي الغادر معاده اتي، كل يوم مقامك يعلى اعلى واعلى، مش في عيني لوحدي بس في عين الكون كيانك يتحس، انا واخويا في سينا كتف في كتف كف في كف، حلفين يوم ما متنا برملك نتلف، حلفين يوم ما متنا برملك نتلف، داخلية جيش احنا جنودك اتزفينا جوه جوفك، لجنة الرحمن نبشر كل من كان في كل مكان من أهل ومن خلان، مكانك معانا في جنة الرحمن، دمتم في أمان الله تعالى، انتظروني إن شاء الله السبت القادم أشوفكم على خير، كل سنة حضراتكم طيبين، برافو، أشوفكم إن شاء الله على خير، شكرا.